حسبي حسبي، يعني الهنود قرود كمبيوتر ما ناخدش منهم غير التوك توك. فكنت ريحت يا هانم زي كل سنة، وكنت أنا قمت بالمشوار التقيل ده. تحبي نرجع؟ شكلك ما نمتيش كويس. أنا كويسة يا خليل الحمد لله، بس طول الليل بحلم بكابوس وصاحية ناسياه، بس لحد دلوقتي حاسة إن هو طبق على نفسي. اللهم اجعله خير، حاولي بس ما تفكريش فيه. غصب عني يا خليل، كل شوية عمال أفتكر منه حتة. جاية تزوريه مش كده؟ كده ان المشي ده مش خطر عليكي؟ هو انا اول مره اخلف يا بهاء؟ وبعدين انا الدكتور قال لي امشي كتير لحد ما تولدي. لا على كده بقى انا مش شيكو، اديكي ماشيه كتير اهو، نشوف الخلفه بقى تعمل ازاي. ايوه ثانيه واحده، حضري نفسك. يعني اعمل ايه؟ غمضي عينيكي. ماشي تعالي. على مهلك على مهلك. فاضل كتير؟ لا خطوتين بالظبط، واحد اثنين خطوتين كمان. فتحي عينك. بسم الله ما شاء الله. مبروك يا بهاء، جبتها امتى؟ لسه اصلا امبارح. ربنا يجعلها وش السعادة عليك يا حبيبي. وعلينا يا رب. بركة فيك يا مشيمة. ولو وقفت جنبي ما كنتش عارف ازاي هستفيد بالارض دي كلها. بركه فيك انت حبيبي، انت سيد الرجاله طول عمرك قدها وقدود. طب استنيني هنا هروح اولعها لك. رجلي على رجلك يا اخويا. طب وليه ما تخليكي هنا؟ لا نفسك انشف من الارض اللي انت ماشي عليها. هي دي اللي جابتك. طبعا انا جايبني على بوزي اللي دماغك. بص بقى، هنا هنجيب حوض غسيل نغسل فيه البلاستيك نطلع من الكسارة، وان شاء الله الدنيا ما تمشي شويه هنجيب خرازه نحطها هنا بقى. ده هيبقى مصنع بقى. لا مش مصنع، بس ان شاء الله ناوي على مشروع نحط فيه البلاستيك من الزباله يطلع من الناحيه الثانيه منتج ننزل السوق. ربنا يكرمك يا حبيبي ويوسع رزقك يا رب. طول ما انت جنبي يا مشاري ان شاء الله هننجح. طيب ما دام جيتي لغايه هنا بقى يبقى تقص الشرب بنفسك. لا يا اخويا خاف. تخافي من ايه؟ تعالي بس اطلعي. تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك. على مهلك. يا لهوي يا بهاء شكلها مخيف قوي. خذي من ايه؟ بقول لك حطي ايدك. خدي خدي خدي، حطي دول كده. هات امسكي. ثانية واحدة شغلها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يما ايه يا بهاء؟ ما تخافيش فيه، ارميه في البشر. اللي وقع منك هتعمل ايه؟ هجيبها لك. تجيب ايه؟ ده زمان الفرصتك مليون حته. تجيلي شوفي دلوقتي، انا شوفت تدوري عليها. تجيلي هديه، غالي عليكي الفلي. مش مهم الهديه، ال 60 داهيه. المهم صاحب الهديه. الله، طب ايه رايك بقى؟ ال 60 دول هجيبها لك. لا هتعمل ايه؟ هطيها واجيبها لك. يا عم مش عايزاها.
مش مهم، خلاص سيبها يا بهاء. حطيتها في السيلفي خلاص. كهربا رقة، كهربا رقة. ما تكبسها بس قلبي خفيف. عارف ان انا بحب الكهربا. كلمني جيب كهربا يطلعها بقى يا بهاء. ايه ده احنا حاجات؟ Thank you.